اي تلميذ يعني ستريسيت البارح بزاف، واليوم زاد القلق بزاف. بيان سور من بعد كي جات النتيجه فرحت، ما كنت يعني متوقعتها بزاف، يعني على بالي يعني نورمال توقعت يعني نقدر نكون الاولى على المؤسسه، بصح انك تكون الاولى في على مستوى الولايه توقعتهاش. كامل طوال السنه كنت يعني مجتهده في الدراسه، يعني كنت حابه يعني معدلي يكون متفوق وعالي. كنت يعني نصلي الفجر ونبدا نقرا، يعني متواصله الدراسه حتى العاشره ونصف، يعني كل نهار ادرس طوال العام. ورافق هذه الدراسة تشجيع الوالدين، يعني شجعوني كثيرا، وأيضا الأخواتي كثيرا، يعني لهذا كنت ما حباش نخيب الظن تاعهم، والأساتذة أيضا تاعنا تاع مؤسسة عميرة موسى، لهذه كنت حابة نشرفهم بحال معدل يعني حتى يفرحوا به، وأيضا حتى لا أخيب ظن والدي بي.